كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، طبعا لما بنتكلم على بننتقد اداء، مش معناها ان احنا يعني شايفين بعض الاخطاء حصلت، ولكن احنا بننتقد علشان نوصل لاحسن حاله لفريق النادي الاهلي. هو تعادل بالنسبه لنا بطعم الخساره، تعادل بالنسبه للبنك الاهلي بطعم المكسب. ايه اسباب التعادل من وجهه نظرك؟ بداية طبعا البنك الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراة، نقطة مهمة من النادي الاهلي. لعبوا على حاجة واحدة زي ما الكباتن قالوا، دفاع مستميت من اول المباراة لاخرها، يعني من المباريات اللي قليل جدا الفرق اللي هي لعبت قدام النادي الاهلي تركيزها كله 99% على الدفاع، ان حتى الهجمات المرتده بتاعتهم ما كملتش، يمكن باستثناء واحده او حاجه لاحمد علي الشوط الاولاني حطها جنب العارضه، وواحده لاحمد ياسر في الدقيقه 96 مجدي قفشه قطعها منه كويس. غير كده هم مركزين جدا في الدفاع، وتملي الدفاع اللي بيحاول يكسب ويخلخل الدفاع هو اللي بيعمل مجهود اكبر، فهم عشان كده احتفظوا بالنواحي البدنيه عندهم باينه ان هي كويسه. حتى التغييرات بتاعته جت من الدقيقة 70، يعني أول تغيير هو غير الخمس تغييرات بس، يعني دليل إن الناس اللي كانت موجودة كانت قادرة تأدي له اللي هو عايزه. كابتن يوسف من الدقيقة 70 ابتدى يغير، في آخر 20 دقيقة غير التغييرات الخمسة اللي هو غيرهم عشان يدي دفعة شوية للاعبته يعني. فهم خدوا اللي هم عايزينه. هو المشكلة كانت في النادي الأهلي في حاجة حصلت الشوط الأولاني استمروا عليها الشوط الثاني، وهو الاستعجال والسربعه في انهاء الهجمه او في اللمسه اللي قبل الاخيره. يعني مباريات من المباريات القليله للنادي الاهلي التمرير فيها شويه في الحاجات اللي هي البينيه او الحاجات اللي هي فيها خطوره انها تتلعب جوه ال 18 ما فيهاش دقه شويه، يعني حتى اميز واحد بنقول عليه تملي بيطلع من نجوم المباراه او نجم المباراه علي معلول، النهارده الدقه في التمريرات عنده كانت كتيره بتتقطع منه في نص الملعب او على حدود ال 18. فكان في يعني اللعيبه من حيث الاصرار والروح كانوا بيحاولوا من على فكره من اول اللقاء، بس باستعجال باستعجال باستعجال. وطبعا لما الوقت كمان مر، وده طبيعي ان الشوط الاولاني مر 0-0 ثم 10 دقايق ثم تلت ساعة، الاستعجال بقى أكتر. يعني أنت في حوالي 3 4 فرص، مش هنقول اللي هم الفرص 100% واضحة باستثناء كورتين لبواليا، واحدة فيهم من عرضية كورنر طلع براسه في الستة ياردة وحطها في الأرض، المفروض يحطها في المرمى على طول كان في الستة ياردة. الإنهاء فيها في استعجاله صربعة، حتى في كورة لبواليا مثلا على 18 ردت له بيشوط باستعجال قوي، يعني ما حتى ما كانش في حد قدامه كان ممكن يسندها مثلا ويحطها كويس في المرمى، او حتى لو خدها على الطاير بس يحط فيها تركيز شويه، بس تحس انه في استعجال. ده بس ساعات الاصرار والروح اللي انت بتتكلم عنهم بيغطوا على بعض الاخطاء في الملعب. ما هو انت الواضح قدامنا كلنا كمحللين او جماهير، النادي الاهلي في نص ملعب على طول البنك الاهلي، يعني في كثافه في الجناب وفي كثافه في ال 18، ولكن يعني الهجمه ما بتنتهيش بشكل في اتقان. يعني في كوره لمحمد طاهر اعتقد في دي حاجه و80 ده في اخر المباراه اللي عدى على ناحيه اليمين، ناحيه اليمين لو ركز شويه حطها لحد كويس، بس برضو الاستعجال عملها في رجل لعيبه هنا وعدى كويس يا اسامه، عدى كويس جدا العلاء بيقول عليها ناحيه الخط، ناحيه الخط ودخل جوه ال 18 ده دخل جوه ال 18، حتى الولد وقف على اساس انه ما يعملش معاه ضربه جزاء. مظبوط. برضو التصرف اللي هو قبل الاخير ده انه يحط الواحد يجيبها جونسه كان فيه استعجال وصربعه. تاني حاجه التغييرات، انا شايف ان اتاخرت شويه، يعني احنا قلنا بين الشوطين مش هيغير لانه بواليا يعتبر نزل كتغييره، يعني نزل في الدقيقه 30 مكان وليد سليمان فده تغيير، فقلنا مستر موسيماني
مش هيبتدي على طول الشوط الثاني بتغييرات، هيتاخر شويه بس اتاخر قوي. يعني محمد شريف كان ممكن ينزل بدري عن كده، محمد طاهر كان ممكن، كهربا مش موافق كان ممكن ينزل قبل كده. فالتغييرات اتاخرت شويه. الحاجه الثانيه كان في علامه استفهام من وجهه نظري على تغيير ديانج. ديانج كان افضل لاعب في فرقه النادي الاهلي وعامل جهد كبير قوي في نص الملعب، سدد اكتر من كره خطيره على المرمى. انا ما كنتش حاسس انه تعبان، بس طبعا هي رؤيه للمستر موسيماني وطبعا نحترمها يعني وجهه نظره، لكن واضح ان السوليه لسه ما كانش. انا قلت لك النتائج بتفرق في التغييرات، يعني النتيجه لو هي مثلا 1-0 للنادي الاهلي او 2 ممكن جدا السوليه وهو راجع من الفتره الطويله دي قوي انه هينزل يضيف جامد. لكن ديانج كان عامل حاله كويسه قوي في نص الملعب، نزل السوليه لسه تحس انه لسه بعيد، خاصه الماتش كان متكهرب او يعني ديفندر بيلعب ديفندر. ايوه والماتش كان متكهرب يعني ما كانش مريح يعني، خاصه ان هو قعد فتره 3 ماتشات تقريبا كان بعيد. فهو يوم مش مفهوم، وكمان عدم توفيق لان في كور كانت ممكن تلطش. مزبوط. يعني مزبوط. يعني في كور كانت ممكن تخش، انت دخلت جوه ال 6 و18 كتير جدا. فانا شايف ان الاستعجال وشوية تأخير في التغييرات في حاجات معينة وعدم التوفيق طبعا برضو كان ليه عامل، لأنه زي ما قلت لك كان في فرص ممكن تيجي أهداف يعني.